الأمهات، وأن تمسحوا دموع الأطفال بتحقيق العدالة وإنقاذ أخوتكم بالإنسانية. وسط صمت وتخاذل العالم أجمع لجريمة واضحة وضوح الشمس، فإن حاولتم وفشلتم لكون الظلم أقوى منكم فعذرناكم، فيكفيكم شرف المحاولة. تقول أمي: قدر علينا أن ننجو من الموت والاعتقال في سوريا، بينما استطاع هذا النظام أن يقهرنا باختطاف ابناها بشار وأسامة، اللذان كانا يعملان مع منظمة هلال الأحمر العربي السوري، وهي منظمة إنسانية تعنى بحماية كرامة الإنسان الذي يعد جريمة في سوريا. وبعد سنوات من الانتظار واستمرار الكرب والأسى، كان لأخي بشار صورة بين صور قيصر، وضعوا على جبينه رقما في تعد صارخ على إنسانيته وكينونيته. فلا تهمهم الأسماء ومن سماها، بينما لم نجد لأخي أسامة أي صورة أخرى بين الصور، فلا نعلم إن كان حيا بسجن أو إن كان حيا بقبر. مصير مجهول، حاله كحال الكثيرين من أبنائنا وأصدقائنا وأخوتنا. أيها السيدات والسادة، لبئس حياة تعيشونها يسودها الظلم والجور، يخرج القاتل ليخطب بين الناس ويتفاخر بجريمته وسط تخاذل وصمت دولي. نحن في رابطة عائلات قيصر، هذه الرابطة المكلومة والمفجوعة بأحبائها، نناضل لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة والاستحقاق لأبنائنا وأخوتنا. نناضل للكشف عن مصير من بقي من أبنائنا وتحديد أماكن وتسليم رفات المتوفين منهم. فلم نقم مأتم لأبنائنا وأخوتنا بعد، كما لم نقم مراسم الدفن بالشكل الذي يليق بهم. وكلكم تعلمون معنى وجود قبر يضم تاريخ إنسان، نحن لا نملك حتى شاهدة هذا القبر. ما زالت أمهاتنا تحمل سبحتها كل ليلة، تناجي الله بقلب كثير ألا يغيبها الموت قبل أن تأخذ العدالة مجراها، والتي لن تتحقق إلا بجهد حقيقي يرفع وصمة العار عن جبين الإنسانية الصامتة ويرسم خارطة طريق للوصول إلى عدالة تمنع من وقوع هذه الجرائم في المستقبل. فالمجرم ما زال طريقا، وإلى هذه اللحظة ما زال يمارس هوايته بقتل واعتقال أهلنا في سوريا. هناك الآلاف من المعتقلين ما زالوا يعذبون بوحشية حتى هذه اللحظة، تملأ عيونهم وأفواههم الدماء، ينتظرون معجزة إلهية تنقذهم من هذا العذاب والإجرام. لقد عملت رابطة عائلات قيصر وجميع الروابط والهيئات الخاصة بالمعتقلين والمغيبين قسريا وشهداء التعذيب في المعتقلات السورية جاهدين منذ ما يقارب 10 سنوات على توثيق الوقائع والأسماء والشهادات، متحملين كل الأخطار والتبعات المحتملة من هذا العمل، ليقدموا لكم وللجان البحث الحقائق والأدلة والمعلومات التي تجرم المجرمين. تلك الحقائق التي دعمتها لاحقاً الصور التي كشف عنها قيصر، هذه الصور التي أدمت قلوبنا وذرفت دموع فقدت معها أرواحنا على رؤية أخوتنا وأهلينا وأبنائنا وبناتنا قتلوا بهذه الوحشية، فكانت آلامنا وعذاباتنا فداء لنشر هذه الجريمة ليراها أحرار العالم. لعل من يملكون قرار العقاب والمحاسبة أن يتحركوا لإنقاذ البقية ومحاسبة المجرمين. جاء قانون قيصر فكان أول الغيث، لكن لم يخرج معتقل واحد ولم يحاسب أحد على جريمته، فما يزال الآلاف من أبنائنا قابعين في سجون الظلم وسط صمت دولي. السيدات والسادة، لم نرى أي تعامل جديد أو أي جهود حثيثة على ملف المختفين قسراً، فلطالما كان مغيباً عن الأجندة السياسية أو أجندة مباحثات السلام، ولم نسمع عن أي نقاش حقيقي حول هذه الجريمة، عن أي قرار أممي يدعم مطالبنا بالكشف عن مصير أبنائنا وأخوتنا. إن أي مفاوضات لا تطالب الإفراج الفوري عن المعتقلين ما هي إلا مضيعة للوقت، فالمجرم ما زال يمارس مختلف أنواع الانتهاكات
ضد المعتقلين من الإخفاء والاعتقال إلى التعذيب بجميع أشكاله، وجرائم العنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القانون، والمحاكمات الاستثنائية بإجراءات تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى رفض تسليم الجثث، جثث الذين قتلوا تحت التعذيب أو أعدموا ميدانياً، وانتهاك حقوق الملكية للضحايا، والحرمان من حقوق التنقل للناجين وذوي المختفين قسراً وابتزازهم. إن كل تقاعس وتأخير يعني المزيد من الضحايا والمزيد من القتل. عملت رابطة عائلات قيصر وجميع الروابط والهيئات الخاصة بالمعتقلين والمغيبين قسرياً وشهداء التعذيب في المعتقلات السورية على بيان من الطلبات المحقة لكشف مصير الرفات وجبر الضرر ومحاسبة المجرمين والكشف عن مصير البقية، وعدت مطالب شاملة لأهالي الضحايا والمغيبين تحت مسمى ميثاق الحقيقة والعدالة. هذا الميثاق الذي يعد رؤيتنا وأولوياتنا كان له أثر كبير وتعاطف واسع، مما جعل النظام السوري يعتقل المزيد من الشباب والنساء في تحدي واضح لجميع الهيئات الأممية، واستهزاء بأهالي المعتقلين والمختفين قسريا. وبحسب الميثاق قابل انتهاكات النظام عجز المجتمع الدولي عن وقفها ومحاسبة الجنات، ما أدى إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب وتكرار نفس الممارسات من أغلب أطراف النزاع في سوريا. السيدات والسادة، نحن الناجين من الموت، أهالي الشهداء والمعتقلين وضحايا الاختفاء القسري، قدمنا رؤية شاملة لمطالبنا في الميثاق، حيث اتخذ الميثاق المبادئ القانونية والمعايير الإنسانية الدولية المستندة إلى مختلف أفرع القانون الدولي ذات الصلة بالوضع في سوريا حسب ما تضمنت فقراته، وفق إطار يحدد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني وتحديداً المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 49 والمواد ذات الصلة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 77 لاتفاقيات جنيف عام 49، الذي تعتبر انعكاساً لقواعد القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإنساني العرفي والمواد ذات الصلة من القانون الجنائي الدولي، إذ يسترشد الميثاق ببنود نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية للدلالة على الأفعال الجرمية المحتملة. إن كل ما نتمناه هو تنفيذ هذه الاتفاقيات والمواثيق والقوانين، وجعلها سارية خلال آليات وخطة عمل حقيقية من جديد، يتم إثباتها كنظام حياة من جديد، وليست أرقاما محجوبة في كتب مغبرة لا يرجى منها فائدة. لقد عملت فيما مضى كمنسق لقسم القانون الدولي الإنساني في دمشق، وكان لي الشرف أن أعمل في برنامج إعادة روابط أسرية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا أعلم كيف دفنت كل تلك القوانين التي تمنع أخذ الرهائن وتعتبره جريمة حرب وتمنع قتل المدنيين، وأين كل تلك اللجان القانونية والحقوقية الدولية التي لم تدخل معتقلاً واحداً في سوريا بعد، ولم تصدر بياناً واحداً إلا في بعض موظفيها الذين فقدوا فقط. لا نريد أن نفقد إيماننا في الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بالمعتقلين والإخفاءات القسرية. إن ملف المختفين قسراً في سوريا هو الأكبر عالمياً من حيث عدد المفقودين وحجم وتعقيد الاختفاءات. لقد حان الوقت أن يضع العالم حداً للانتهاكات والرعب القابع في سجون سوريا. السيدات والسادة، نحن ممتنون لكم لسماعنا، فرسالتنا واضحة. نحن في وضع نحتاج فيه إلى تضافر الجهود على الصعيد الدولي والإنساني لوضع آلية عمل حقيقية وحشد الجهود الدولية لقمع الظلم وإنقاذ حوالي 1 مليون شخص مغيبين قبل أن نرى صورهم ضمن صور قيصر جديدة. كما قد آن الأوان لمحاسبة القتلة وتفعيل المحاكم الدولية وإنفاذ القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وتفعيل الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بهذا الشأن وإثبات فعاليتها، ليرى العالم أننا ما زلنا بشراً ولا مكان للوحوش والمجرمين إلا في المحاكم بعيداً عن الإنسانية السمحة. توقفوا، أنا أختنق. كلمات أخيرة نطق بها معتقل
قبل أن يسلم روحه لبارئه، وكم من شهداء لم يستطيعوا حتى أن ينطقوا بها وفاضت روحهم. شكرا جزيلا لاستماعك. Thank you so much, Waleed, for sharing about your family's experience and for your impassioned calls for the importance of such a mechanism as this to finally bring. شكرا جزيلا يا وليد على هذا النداء من القلب الذي فعلا هو نداء يجب أن يهز العالم وضمير العالم. الآن سنعطي الكلمة إلى البروفيسور جيريمي ساركن، وهو الرئيس السابق لمجموعة العمل حول الإخفاء القسري واللاطوعي. تفضل بروفيسور ساركن. شكراً، أشكركم على توجيه الدعوة لي للمشاركة في هذه الفاعلية الجانبية. أنا بدأت العمل على هذا المشروع منذ 18 شهراً، حيث طلبت مني المنظمات الخمسة المعنية المساعدة في هذا المشروع، وأنا أبديت اهتماما كبيرا ليس فقط لأنني مهتم بسوريا وعملت سابقا على سوريا، بل لأن موضوع الإخفاء القسري هو موضوع عملت عليه في أنحاء أخرى من العالم، وهو موضوع فعلا لطالما اعتبرته من أهم المواضيع التي يجب معالجتها. نحن بصدد الحديث عن آلية جديدة، وهنا السؤال الأول الذي قد يطرح: لما نحن بحاجة إلى آلية جديدة؟ هناك آليات، هناك منظمات، هناك هيئات تعمل هذا الموضوع، ولكن في إحدى الجلسات لمجلس الأمن كان هناك إعلان في مجلس الأمن بأن هناك قوانين وأدوات وصكوك لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. أين هي حماية المدنيين في النزاعات المسلحة؟ أين تمت حماية السوريون والسوريات في سوريا؟ أين هي هذه القوانين؟ هل هي مطبقة أم هي مجرد حبر على ورق؟ نعم، قد يكون هناك صكوك، وقد يكون هناك اتفاقيات وأدوات وآليات لحقوق الإنسان، ولكن هل فعلا هذه الآليات تجند فعلا لحماية المدنيين؟ هل تمت حماية المدنيين في سوريا في النزاع المسلح في سوريا؟ يجب أن تكون حماية المدنيين أول الأولويات في أي نزاع مسلح، ولكن نحن نعرف أن الأمم المتحدة وحتى القانون الدولي يتحدثان عن أن هذه هي مسؤولية الدول، أن حماية المدنيين هي مسؤولية الدولة، ولكن في ذلك الاجتماع لمجلس الأمن كان السؤال: نعم، ولكن في الدول التي ترتكب فيها الفظائع والجرائم والانتهاكات، هذه الدول يجب أن تكون مسؤولة عن حماية المدنيين، ولكن المفارقة الكبيرة هي أنه في الكثير من الظروف والحالات والسياقات الدول هي التي تكون مرتكبة هذه الفظائع والانتهاكات والجرائم. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كانت حماية المدنيين هي مسؤولية الدولة، ولكن ماذا يحصل إذا كانت الدولة لا تقوم بمسؤوليتها؟ ماذا يحصل، وهنا السؤال الأكبر، إذا كانت الدولة هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات والجرائم والارتكابات؟ هنا نتحدث عن دول، عن بلدان في هذه الأسرة الدولية. في هذه الأسرة الدولية هناك فقط تخيلوا عدد الدول التي لا تتمتع بأنظمة ديمقراطية ولا تسود فيها الحرية. هذه دول مارقة أو دول لا تحترم حتى وتضرب بعرض الحائط الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
هذه الدول تضرب بعرض الحائط المعايير الدولية. كيف يمكن أن نتوقع من هكذا دول أن تكون هي مسؤولة عن تأمين حماية المدنيين؟ فلنرى بعض الأمثلة. مجلس الأمن مثلاً، مجلس الأمن هو الهيئة العالمية الأساسية المسؤولة عن الأمن والسلام الدوليين. ولنأخذ سوريا على سبيل المثال. حصلت قامت روسيا ب16 نقد أو فيتو لعرقلة اتخاذ قرارات حول سوريا. هذا من دون أن نذكر أيضا حق النقد أو الفيتو الذي أيضا مارسته الصين. قرارات كانت تتعلق في بعض الحالات بمساعدات إنسانية، بإقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى سوريا بسبب طبعا ممارسة حق النقد أو الفيتو من قبل روسيا أو الصين. حتى هذه القرارات ذات الطابع الإنساني كالممرات الإنسانية ظلت مغفلة، وبالتالي وظل الإفلات من العقاب قائما، ظلت الجرائم ترتكب، الفظائع ترتكب، الانتهاكات ترتكب بصمت مطبق من العالم. وحتى في مجلس الأمن كان هناك عدة محاولات أحبطت، حتى محاولات لاستصدار قرارات ذات طابع إنساني. إذن مجلس الأمن ما زال يعكس صورة الأمم المتحدة كما كان العالم في الحقبة التي أنشئت فيه الأمم المتحدة بعيد الحرب العالمية الثانية. ولكن العالم تغير، العالم تغير، وبالتالي يجب أن يحصل تعديل وإصلاح لمجلس الأمن حتى بتركيبته، حتى بأدواره، لكي يعاد النظر بعدة مبادئ وخصوصاً مبدأ مسؤولية الدول عن حماية المدنيين في أوقات النزاع. نعرف بأن الحاجات الإنسانية في سوريا مجددا كل يوم تزداد، كل يوم بسبب العنف، بسبب الانتهاكات. وإذا رأينا أيضا أمثلة أخرى من العالم، نرى أن هناك دول أخرى ترتكب فظائع وجرائم وانتهاكات بحق مواطنيها ومواطناتها. وهذا يعني أنه حتى بعض القوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بعض عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بسبب تقليص الميزانية ستضطر إما إلى تخفيض عديدها، إما حتى إلى إنهاء مهامها. ولكن المشكلة أن حتى بالنسبة إلى مهام وبعثات حفظ الأمن وعمليات حفظ الأمن، الدول يجب أن تبدي موافقتها، أن تعطي موافقتها على أن يكون هناك قوات لحفظ الأمن تابعة للأمم المتحدة. ولكن مجدداً السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا عن الدول التي ترتكب هي هذه الجرائم وهذه الانتهاكات؟ كيف ستقبل بأن يكون هناك عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة؟ انظروا أيضاً في الآليات التي وضعتها الأمم المتحدة كالتريبل آي أم أو الآلية الدولية غير منحازة والمستقلة. نعم، ولكن هنا مجدداً نرى إلى أي مدى هناك قيود ومحدودية وحدود لعمل هذه الآلية مجدداً بسبب الدول ودور الدولة وصلاحيات الدول وسيادة الدول وغيرها. انظروا ما حصل في رواندا في يوغوسلافيا السابقة،
انظروا ما حصل في المحاكم الدولية التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي الفظائع في رواندا أو في يوغوسلافيا السابقة. بشكل عام نعم حصلت بعض المحاكمات لبعض المجرمين، ولكن العديد من المجرمين من المرتكبين في رواندا، في كمبوديا، في تيمور الشرقية أو تيمور في يوغوسلافيا السابقة، العديد من المجرمين ومن المرتكبين لم يلقوا أي عقاب، لم يحاكموا وأفلتوا من أي عقاب، واستمرار الإفلات من هذا العقاب، هذا الإفلات من العقاب، استمرار اللا مساءلة واللا محاسبة يشكل وما زال يشكل عائقا أمام إرساء سلام حقيقي في كل هذه البلدان، إذ أنه من دون عدالة، من دون محاسبة، من دون وقف للإفلات للعقاب، لا يمكن طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. انظروا ماذا حصل في الكثير من دول العالم، كيف كانت الأسرة الدولية صامتة أو لم تحرك ساكناً. نعم هناك آليات لموضوع، آليات أنشئت للتعاطي مع قضية الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي وغيرها من الجرائم. هذه الآليات قد تكون موجودة وقد تكون لديها النية للعمل وحتى النوايا الحسنة للعمل، ولكن ما زالت تتخبط في غياب الصلاحيات أو غياب التفويض وعدم التنسيق، وبالتالي هذه الآليات، ويمكن أن نعطي عدة أمثلة تركز على بعض الحالات هنا وهناك، وحتى بشكل عام على الضحايا بشكل عام. ومن هنا أهمية أن يكون هناك تركيز، آلية تركز بشكل محدد وواضح وصريح على ضحايا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، لأن هؤلاء الأشخاص هم أمام خطر محدق، خطر على حياتهم. هناك أشخاص ما زالوا قابعين في السجون تحت التعذيب بظل المعاملة اللا إنسانية. هؤلاء هم في خطر الموت. نعم الكثير منهم قد مات، ولكن هناك منهم ما زال حيا يرزق، لا يمكن أن يبقى مصيره مجهولا، يجب أن يكشف مصيره، يجب أن يفرج عن المعتقلين، يجب أن تحدد أماكن تواجد من هم ما زالوا على قيد الحياة. وبالنسبة لمن فارقوا هذه الحياة، لابد من البحث عن رفاتهم وإعادتهم إلى أهلهم. هنا هذه الأمور هي الأمور التي فعلا نراها ناقصة في الآليات الأخرى، ولهذا نحن نطالب وندعو بأن يكون هناك آلية دولية تركز على هذه التدابير بالتحديد. طبعا من دون أن ننسى أن الهدف الأبعد، الهدف الذي ننظر إليه كلنا، هو العدالة. ولكن في هذه الأثناء وبينما نحن نسعى وسنسعى إلى تحقيق هذه العدالة، في هذه الأثناء هناك أشخاص قابعون في السجون تحت التعذيب، هناك أشخاص دفنوا في مقابر جماعية، رميوا في مقابر جماعية لم يكشف عن مصيرهم. ولهذا القضية هي قضية بشر حضرة السيدات السادة، ليست قضية أرقام، ولهذا فعلا العنوان هو بشر وليس أرقام. نعم الأرقام مهمة، الأرقام مهمة، الأعداد مهمة، البيانات مهمة، ولكن أهم من الأرقام البشر وحياة البشر وإنقاذ هذه الحياة.
ولهذا طبعا هذه الآلية ستتألى سيكون أيضا لديها أيضا طبعا آلية عمل تشارك فيها أيضا طبعا المنظمات الخمسة المعنية بالإضافة إلى مجموعة العمل حول الإخفاء القسري والتطوعي وآليات أخرى، كما طبعا نقترح في الدراسة حول هذه الآلية. هذه المجموعة العمل، مجموعة العمل حول الإخفاء القسري، ليس لديها التفويض والولاية للقيام بعملية بحث وبحث عن الضحايا، فمهمتها الوحيدة حسب تفويضها هي أن تنقل المعلومات وأن تعطي هذه المعلومات إلى الحكومة وتطالب الحكومة بالكشف عن هذه الحالة أو تلك الحالة، ولكن ليس بيدها حيلة، أي حيلة إذا أحجمت الحكومة أو الدولة عن أي عمل. وبالتالي التفويض لهذه المنظمات كمجموعة العمل حول الإخفاء القسري وغيرها من الآليات، تفويضها فيه محدودية بحد ذاته، وهذا يقيد عملها. ومن هنا دعوتنا في هذه دعوة العائلات وجمعيات ومنظمات العائلات والضحايا إلى آلية مستقلة تكون لديها التفويض والولاية والصلاحيات للعمل بشكل ملموس من أجل إطلاق سراح المعتقلين، تحديد مكان تواجد من هم ما زالوا أحياء يرزقون، والبحث عن رفات من فارق الحياة والتعرف عليها وإعادتهم إلى أهاليهم وأحبائهم. فعلا هذه الآلية أصبحت ضرورة لأن هناك شوائب عديدة تشوب منظومة الأمم المتحدة برمتها، وشوائب وقيود كثيرة تقيد عمل الآليات التي أنشئت للتعاطي مع هذه القضية. نعم، هناك مسارات تطلق من هذه الآلية أو من تلك، ولكن قليلة جدا هي الحالات أو المسارات التي تفضي فعلا إلى نتائج عملية ملموسة، أن يفرج عن معتقلين، أن يطلق سراحهم، أن يتم التعرف على ربما رفات في مقابر جماعية. إذن هذه التدابير هي تدابير عملية، ليست مجرد نظريات. الأشخاص أو ضحايا، الأشخاص الذين وقعوا ضحية الإخفاء القسري، الذين هم حتى اليوم في زنزانة ما في أحد السجون، هم أمام خطر محدق مداهم، خطر على حياتهم إذا كانوا ما زالوا على قيد الحياة، من دون أن ننسى طبعا حتى الخطر الذي يمثله أيضا تمثله الكورونا، جائحة الكوفيد، التي طبعا أيضا وصلت إلى السجون السورية. ولا حاجة ولا داعي لأن نتحدث عن الظروف الصحية السائدة في هذه السجون. هؤلاء أشخاص الكثير منهم ما زالوا على قيد الحياة، ما هم حياتهم بخطر محدق مداهم، لا يمكن أن نتركهم يهترئون في الزنزانات وفي السجون. نعم، بعد الإبادة الجماعية في رواندا، وبعد جرائم وفظائع ارتكبت في العالم، أقرت الأمم المتحدة بمبدأ المسؤولية بالحماية، مسؤولية الحماية. هذا الأوان لكي يطبق هذا المبدأ، وألا تقدم الحجة بأن هذه مسؤولية الدول. والمبدأ، هذا المبدأ يجب أن يطبق في سوريا، حيث المدنيون بأمس الحاجة إلى الحماية، ولكن سوريا هي مثال من بين أمثلة أخرى ترتكب في بلدان ترتكب فيها أبشع الفظائع والجرائم. شكراً.
شكرا بروفيسور ساركن على فعلا كل هذه الحجج الوافية التي قدمتها والتي تدعم فكرة إنشاء هذه الآلية. أذكر الحضور بأنه يمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم أو أن تبدوا تعليقاتهم على قناة الشات أو الدردشة. والآن ننتقل إلى هبة سويد وهي أيضا تمثل مبادرة تعافي. تفضلي سيدة هبة، الكلمة لك. مرحبا، شكرا لزميلي وليد وشكرا للبروفيسور جيرمي، شكرا لكل الموجودين اللي حاليا عم يسمعونا. بال2014 كنت معتقلة عند النظام السوري بفرع الأمن العسكري يلي بيحمل رقم 215 والمعروف بفرع الموت. بوقت مسائي كنا ما بنقدر طبعاً نقدر قديش الساعة بالضبط، وبعد نهاية جولات التحقيق والاستجواب والتعذيب كنا قاعدين أنا ومجموعة من البنات على الأرض السخنة بعز شهر آب. كنا يا دوب عم نقدر نتنفس وما كان عنا شيء بهالليل الطويل إلا أنه نقضي الوقت بالحكي. لعبنا لعبة اسمها الصراحة، وهي اللعبة كانت قواعدها بأنه كل واحدة بتسأل سؤال والمفروض على بقية البنات أنه يجاوبوا بصراحة. أحد الأسئلة كان أنه يا ترى إذا تقدروا تطالعوا واحدة من البنات الموجودين حالياً بالمعتقل، يعني واحدة من بيناتنا، إذا بتقدروا تطالعوا واحدة فمين رح تكون؟ الكل جاوب أنه خلي هبة هي اللي تطلع. هلأ بوقتها أنا كتير استغربت، قلت لهم ليش؟ قالوا لي لأنك تعبانة كتير وما بدنا يصير لك شيء هون جوا المعتقل. أنا ما كنت حاسة أني أنا تعبانة فعليا، لكن يبدو أني كنت عم حاول إقنع حالي أني أنا منيحة كرمال أبقى قوية وما أضعف. قبل اعتقالي بسنتين كان تشخيصي بمرض السكري من النوع الأول، واللي بيعتمد تمام الاعتماد على إبر الأنسولين. وطبعاً بظل الاعتقال وظروفه ما في رفاهية أني أحصل على إبر الأنسولين بالداخل بداخل المعتقل، وهذا الشيء زاد الوضع سوء من حيث كان فطورنا عبارة عن حلاوة غير قابلة للأكل طبعاً، وهذا الشيء خلى من وجهي وجسمي دليل متحرك على التعب والإنهاك. بالوقت يلي الصبايا اللي كانوا معي تخلوا عن أنانيتهم واختاروني أنا لأطلع من المعتقل بلعبة خيال افتراضية محض، رفقاتي برا المعتقل كانوا واصلهم خبر أنه في صبية تم نقلها للمشفى العسكري 601، واللي كانت مشهورة بأن آخر محطة لتصفية المعتقلين المصابين بأمراض وقتلهم وبعدين تكديس جثثهم بقبو المشفى لحتى ينقلوهم لأحد المقابر الجماعية. طبعاً أغلب يلي كانوا برا من رفقاتي يعتقدوا أنه أنا هي الصبية اللي تم نقلها بسبب أني كنت الوحيدة اللي مريضة بين الصبايا اللي اعتقلوني معهم. بنفس الوقت كمان أهلي كانوا عم يدوروا علي، دفعوا مصاري كتير لحتى يعرفوا بس أنا ويني، وفي واحد أخذ مبلغ مقابل أنه قال لهم أني أنا بالأمن السياسي بفرع الأمن السياسي، وأخذ مبلغ إضافي تاني فقط ليحكوا أهلي معي على التليفون. أبي كان على الهاتف وفجأة طلع صوت بنت قالت له ألو وتسكر الخط. بلهفة الأهل وشعور الحماية لأولادهم، أهلي صدقوا أنه هذا الصوت هو أنا وتأكدوا أني بفرع الأمن السياسي، وبلشوا يدفعوا مصاري ليطالعوني من فرع أنا أساساً مالي موجودة فيه. طبعاً هذا جزء من قصة، وهالقصة هي قصة من بين قصص كتير، قصص لأشخاص بشر هن من لحم ودم عندهم حياة وعوائل وعالم اجتماعي بكامله فقدوا وافتقدهم. مثال محمد هو شاب قضى 9 سنين بالمعتقل،
خمس سنين منهم أهله ما بيعرفوا عنه شيء، ما بيعرفوا أي شيء، أي معلومة عن مكانه. زوجته كانت حامل بالفترة اللي تم اعتقاله فيها، وحالياً عمر بنته بعمر اعتقاله. بنته اللي ما بتعرف شكله الحقيقي ولا بتعرف أي شيء عن أبوها. مثال تاني، ملك، هي سيدة اعتقلت بالوقت اللي كانت عم تنتظر أبنائها الثلاثة يطلعوا من المعتقل. طلعت وهي عندها أمل بأنه يكونوا طلعوا قبلها، ما بتعرف عنهم شيء لحد اليوم، ولا بتعرف إذا كانوا عايشين ولا مستشهدين تحت التعذيب. اليوم في 250 ألف تقريباً ما بين مختفي قسراً ومعتقل تعسفياً تم توثيقهم عن طريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. تم فقط توثيق 15 ألف شهيد من بين 250 ألف، تم توثيق فقط 15 ألف شهيد تحت التعذيب، والبقية مصيرهم غير معروف. برغم كل التوثيقات، كل الدلائل الحقوقية على المنتهكين والمسؤولين عن ملف الاعتقال بسوريا، ولكن لم تتم أي إدانة أو فعل بيخلي التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان ممكن بسوريا. وبصراحة ما بعرف قديش صوتنا عم يقدر يعمل أو يغير، بس عندي إيمان إنه إذا فقدنا صوتنا رح نفقد قضيتنا وحقنا، والانتهاكات رح تستمر، والمنتهك رح يستمر بقلب بارد من دون ما يحاول حتى يغطي على أفعاله. نحن بمبادرة تعافي مع أربع منظمات ضحايا أطلقنا ميثاق الحقيقة والعدالة تاريخ 10 شباط بهي السنة. هو كان خطوة أولية بطريق العدالة، واللي كنا مصرين بعده نطرح حلول لنمشي بطريق العدالة، واللي مع الأسف أثبت المجتمع الدولي فشله بإيجاد حلول مناسبة. تقرير بشر لا أرقام بيقترح آلية عملية وخطوات جدية لتكشف عن المصير بمنهجية إنسانية قائمة على مساعدة جميع الأطراف بسوريا على البحث والتأكد من مصير المعتقلين والمختفين قسرياً دون استخدام هاي المساعدة أو أي بيانات كأدلة جنائية للمحاسبة. وهي الآلية رح تسمح لكل عائلة عندها مفقود أو معتقل أنه تعرف مصيره، سواء بمعرفة مكان احتجازه أو معرفة مكان الجثة، اللي بتسمح للعوائل بدفن أحبتها دفن كريم، وطبعاً هالشي بيضمن عدم العبث بالمقابر الجماعية. حالياً مطلبنا الأساسي هو تفعيل دور هاي الآلية، إعطاء صلاحيات والبدء بمقترحات التقرير لنقدر نحقق كضحايا أول خطوة بطريق العدالة، ويكون لنا دور مركزي وأساسي. وهالشي طبعاً ما بيعني الاستغناء عن مطلبنا الكبير والقوي بالمحاسبة، ولكن هو خطوة سابقة لعملية المحاسبة اللي رح نبقى عم ندافع بكل قوتنا لتحقيقها. وشكراً جزيلاً للجميع. Thank you so much, Hiba, for sharing your personal experience. شكرا جزيلا يا هبة على مشاطرتك معنا، أيضا هذه التجربة الشخصية التي لا شك أنها كانت تجربة شخصية مؤلمة، هي شهادة حياة، شهادة حياة ومعاناة وآلام تعبر عن مصير وآلام وأوجاع كل من زالوا قابعين في السجون وضحية الاعتقال التعسفي في سوريا. شكرا على هذه المداخلة الجميلة والمؤلمة في الوقت نفسه يا هبة. منظمات الضحايا وعائلات الضحايا يدعون إلى هذه الآلية، هذه الآلية التي أصبحت فعلا ضرورية ولم تعد خيارا، وهذه الآلية التي يجب أن تكون لديها الصلاحيات والتفويض الذي يسمح فعلا ببدء العمل الحقيقي والملموس على الأرض.
عائلات الضحايا والناجين يطالبون بالكشف عن المصير، ولكن هذا كمحطة في السعي الأكبر والأبعد نحو العدالة والمحاسبة. هناك بعض التعليقات والأسئلة على الدرد على الشات. هناك سؤال للأستاذ ساركن، والسؤال هو: ما الذي سيميز هذه الآلية عن سائر الآليات كالICMP اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين أو مجموعة العمل أو غيرها؟ ما الجديد الذي ستحمله هذه الآلية؟ والسؤال الثاني: ما كيف فعلا تفهمون مشاركة الضحايا؟ ما هو فعلا مفهومكم للمقاربة المتمحورة أو المتركزة على الضحايا؟ ما هو مفهومكم لهذه المقاربة فعلا؟ السؤالان للبروفيسور ساركن، تفضل. هذه الآلية ستطلع بمهمتين أساسيتين: أولاً إطلاق العمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، والمهمة الثانية بناء قاعدة بيانات يمكن أن تؤدي بالوصول إلى الحقيقة بالنسبة للعائلات. التقديرات تشير إلى 250 ألف مفقود أو مختفي. أنا شخصياً أعتقد أن الأرقام هي أكثر بكثير. أنا برأيي أن الأرقام هي أعلى بكثير، وبالتالي نحن بحاجة إلى معلومات. هناك تضارب في المعلومات، هناك معلومات كثيرة، ولكن المشكلة هي أن قد تكون هذه المعلومات متوفرة ولكن ليس هناك تنسيق بين كل هذه الجهات التي تجمع المعلومات. قد تكون المعلومات متوفر. أعطيكم على سبيل المثال، التريبل آي أم تجمع ربما كمية هائلة من المعلومات، ولكن تجمعها من أجل استعمالها يوما في عملية العدالة ولكن هل تستعمل هذه المعلومات الهائلة التي تستعملها التريبل آي أم للكشف عن مصير المفقودين والمختفين ولفعلا الوصول إلى الحقيقة؟ لا، هذه المعلومات يجب أن تكون متركزة، يجب أن تكون مركزية، أن يكون هناك قاعدة بيانات واحدة فعلا يتم تركيز فيها كل المعلومات، كل البيانات، سعيا للحصول على الحقيقة. نعم، هناك لجنة التحقيق، هناك التريبل آي أم، هناك سائر الآليات التي تجمع المعلومات، كل آلية تجمع المعلومات لغاياتها، ولكن كل هذه المعلومات تبقى مبعثرة، ومن هنا تكون إحدى مهام هذه الآلية أن تركز كل هذه المعلومات في قاعدة بيانات واحدة. وهكذا أيضا هذه الآلية ستكون المرجعية الموثوقة وذات المصداقية التي يمكن أن تقدم إليها العائلات شكاواهم أو حالاتهم للعمل على إطلاق سراح المعتقلين. لا أحد يعمل على إطلاق سراح المعتقلين. نعم، هناك الكثيرين الذين قتلوا وهم قيد الاعتقال، ونعم رأينا أن في الأسابيع القليلة الماضية قررت الحكومة السورية بإطلاق سراح بعض المعتقلين، ولكن نعرف أيضا أن هناك آلاف وآلاف من السوريين ومن الأشخاص ما زالوا في السجون. يجب العمل على إطلاق سراحهم. الICMP
التريبل اي سي كلها كل تريبل اي ام كل هذه المنظمات مجموعه العمل لجنه التحقيق اللجنه الدوليه المعنيه بالاشخاص المفقودين التريبل اي كل الاليات كل تعمل لغاياتها وطبعا لأهدافها ولكن هل هناك آلية تعمل فعلا لإطلاق سراح المعتقلين؟ لا. وأيضا القيمة المضافة الجديدة التي ستحملها هذه الآلية هي أنها ستعتمد حقا المقاربة القائمة والمتركزة والمتمحورة على الضحايا ومطالبهم وحاجاتهم وستكون فيها وأيضا ستكون مقاربة تعتمد مقاربة المشاركة الحقيقية والفعلية للضحايا والناجين. كما قلت في مداخلتي الأمم المتحدة تنشئ الكثير من الآليات للمحاسبة والمساءلة ولكن الأمم المتحدة لا تقدم الكثير للحاجات الفردية للأشخاص الأفراد الناس الأشخاص الأفراد الذين إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة يجب أن يعودوا إلى أهلهم إلى أحبائهم إلى عائلاتهم إذا كانوا في السجون يجب أن يطلق سراحهم إذا كانوا توفوا إذا كانوا فارقوا الحياة يجب أن يبحث عن رفاتهم وأن تعاد رفاتهم إلى أهلهم هذا هو واقع الأمور هذه هي حاجات الضحايا وعائلاتهم هذه هي الحاجات الفردية وهذه الحاجات الفردية للأفراد هي التي غالباً يغض النظر عنها شكراً هبة ووليد أيضاً يمكنكما أن تعلق على السؤال المتعلق بنظرتكم للمشاركة الفعلية للضحايا وعائلاتهم وهذه المقاربة المتركزة على الضحايا. نعم نفس السؤال صراحة يعني بعد الخمس سنوات هذول بعد تأسيس الرابطة ونظرتنا لأنه إحنا عم نشوف كيف عن جد ما في خطوات عملية حقيقية يبدو الكل متفق على أنه ما يفتح هذا الملف ويمكن كمان أن الملف شائك جدا هو يعني معقد جدا مو سهل يجي أي واحد من الأطراف يقول أنا عندي هدول الأسماء لأنه بس يقول عندي هدول الأسماء فهو عم يدين نفسه نحن مثل إخواتي كثير سألنا عن أشخاص نظام أنكر وجودهم مع أنه نحن بنعرف أنه هو عندهم هو بيعرف إنه إحنا بنعرف إنه عندهم يعني هو أخذهم وطلع صورهم لكن اللي عم نتمنى اليوم نحن ومثل ما قال السيد ساركين إنه نحن اليوم بحاجة لآلية الأولى بصراحة إذا ما وضعنا الخطوة الأولى يعني إذا ما كان في الخطوة الأولى إحنا للآن إحنا ما وضعنا أي خطوة نحن مثل ما كنا بنحكي عم نحاول نجمع المعلومات ونحاول نحصل على الأعداد حتى أعداد أرقامه موجودة عندنا أنا كنت عم أقول مليون هي عم تقول 250,000 أنا أظن يفوق المليون أنا بظن الأسبوع الماضي في 10,000 في الغوطة عند أهلي يعني أولاد عمي أولاد إخوالي كذا ما ضل حدا يعني من بعد ما طلعت تهجر الغوطة هدول سنتين ما ضل حدا من الشباب كل شيء مفقود شيء أخذوا شيء يعني أعداد كبيرة كل يوم عم تزيد والتوثيق توقف من سنين ما عاد في حدا عم يوثق ما عاد في جهة لساتك أنت بتعرف بداية الثورة كان التوثيق هو يومي أما بعد 2014-2015 ما عاد في توثيق ما حدا يعني صارت شغلة طويلة وطالع ما في النتائج ف يعني أنا بوافق السيد سارك رأيه إنه إحنا اليوم الآلية الأولى هو أول شيء كشف المصير معرفة الأعداد حقيقية جمع المعلومات وضع الخطوة الأولى إذا ما وضعنا الخطوة الأولى لا يمكن وضع الخطوة الثانية لازم نعرف إحنا وين بتمنى إن شاء الله تكون هي السنة هي يعني السنة اللي يكون فيها فعلا فيها نتائج حقيقية لأنه هي مشكلة كبيرة ما في بيت اللي ما عم يتألم يعني أنا يعني هذا اللقاء ما حسن تبعت الرابطة أمي ولا أخواتي ولا دريتهم إن إحنا موجودين مؤلم كتير شعور العجز مؤلم أمي كل يوم يعني عندها مشكلة عرفت كيف يعني أعطيكم مثال قصة يعني أخي بشار إحنا ما سميناه بشار
سميناه على اسم ابن خالد أمي اللي هو أخذوا النظام بالثمانين وقتلوا، أخذهم على باب الجامعة وقتلوا. فنحن ما عرفوا بالثمانين هذا نظام مجرم، فراحت أمي سميت ابنها بشار على اسم ابن خالتها اللي أخذوا النظام وقتلوا بالثمانين، ورجع النظام أخذ بشار، ورجعنا سمينا بشار، ورجعت أنا سميت ابني أسامة. نحن مستمرين بهذا النضال وعم علم أولادي ونعلمهم، لكن لحالنا يبدو إنه إذا ما في قرار سياسي هيكون مشكلة، لكن نحن يعني إيماننا قوي إن شاء الله. نتمنى وبدنا دعاء الكل وبدنا جهود الكل. شكرا. حابة أضيف شيء سريع إذا ممكن. تفضلي هبة. أوكي. قرار مجلس حقوق الإنسان السابق كان أول قرار بيذكر أهمية مشاركة الضحايا، ونحن بهذا الوقت كنا كتير سعيدين أنه تم استخدام هاي اللغة بصياغة القرار، واللي نحن نتمنى أنه تنشمل يعني بالمستقبل بكل القرارات اللي عم تتحضر، خاصة القرار عم تتحضر حالياً مجلس حقوق الإنسان. نحن نعرف أنه قضيتنا معقدة، بس نحن واقعيين عم نحاول نلاقي حلول عملية، عم نحاول نسعى جاهدين أنه يكون في شيء نحن بنقدر نقدمه ونعمله، خاصة نحن حالياً كخمس منظمات ضحايا قادرين أنه نكون قاعدة بيانات أساسية، قادرين على الوصول، قادرين أنه نحن نساعد ونكون جزء مهم كتير بهي الآلية. فحالياً الآلية المتاحة أو المطروحة هي الآلية اللي نحن شايفين أنه نحن عم نمشي فيها خطوة لقدام، عم نتقدم فيها خطوة لقدام. بالنهاية طريق العدالة طويل، وبكل التجارب العالمية بالعدالة الانتقالية دائماً بيكون الكشف عن المصير هو آخر شيء ممكن يتفكر فيه. فنحن حالياً حابين تكون هي الخطوة الأولية والأساسية اللي بنقدر نعملها ونقدر عليها، كرمال تكون هي الطريق اللي بيخلينا نستمر لنوصل للعدالة. شكراً. Thank you so much, Hiba. So we're coming up on time. I will allow for one more question. شكراً جزيلاً يا هبة ويا وليد. ياسمين المشان طلبت الكلمة، تفضلي، نرى يدك مرفوعة. ياسمين المشان. ياسمين. يجب إدارة الميكروفون ياسمين. ياسمين. ياسمين إذا كنت ما زلت معنا أديري الميكروفون واطرحي سؤالك. أنت على الميوت ياسمين، يمكن إضاءة الميكروفون والتحدث. سأرى ما إذا كان المتحدثون جيريمي، وليد، هبة، إذا كان لديكم أي ملاحظات ختامية تفضلوا، وإلا يمكن أن نختم هذه الجلسة. هل لديكم ملاحظات ختامية؟ لا أرى أي طلب للكلمة، وبالتالي سأشكركم طبعاً جزيل الشكر. وليد، وليد هل تود الحديث لكلمات؟ شكراً جزيلاً. Um,
Thank you to the audience for joining us today. أود أن أشكر المتحدثين والمتحدثات وليد هبة البروفيسور ساركن. أشكر كل المشاركين والمشاركات الذين انضموا إلينا وأتمنى لكم نهاية أو أمسية جيدة. إلى اللقاء.